بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، والفقرة الحوارية الثانية والأخيرة من برنامج الأهلي الليلة، واللي بيشرفنا فيها نجم أحد اللاعبين المتميزين اللي ظهروا في جيل النادي الأهلي، جيل التسعينات اللي حقق بطولات محلية وبطولات عربية في الفترة الزمنية دي. كان جيل متميز جدا، كابتن حسين شكري لعب مع النادي الأهلي فترة من 97 حتى 2001. كابتن حسين منورنا وشرفنا في قناة الأهلي. متشكر لحضرتك ومتشكر على الاستضافة، وأنا في قناة النادي الأهلي في بيتي ووسط عائلة الأهلي أكيد منورنا ومشرفنا. وعندنا النهاردة حاجات كتير هنتكلم فيها مع كابتن حسين شكري. أولا فترة 97 ل 2001 فيها تفاصيل معينة كده ممكن لأول مرة نذكرها على شاشة قناة النادي الأهلي من خلال وجود الكابتن حسين شكري، التوقيت اللي انضم فيه في النادي الأهلي، الموقف اللي حصل معاه أول ما انضم للنادي الأهلي وهو موجود حتى مع اللاعبين في الأتوبيس قبل ما يتجهوا لمعسكر فترة الإعداد. في تفاصيل فنية كمان هنتكلم عن المباريات الإفريقية، مباراة فيتا كلاب، مباراة شبيبة الثورة الجزائري يوم السبت القادم في البطولة الإفريقية، مباريات الدوري وما يحدث من تعديلات على بعض مباريات الدوري. لكن في بداية هذه الفقرة مهم جدا أخذ رأي كابتن حسين شكري كأحد المدربين اللي حاليا شغال في قطاع البراعم داخل النادي الأهلي، وتحديدا هو المدير الفني لفريق النادي الأهلي مواليد 2009، على التعديلات التي طرأت على قانون كرة القدم، واللي شرحها الكابتن جمال الغندور في هذا التقرير. شرح فيها بشكل تفصيلي أهم التعديلات التي طرأت على قانون كرة القدم من خلال مجلس الاتحاد الدولي للعبة كرة القدم بشكل عام. كابتن حسين، التعديلات اللي ذكرها كابتن جمال غندور بدون الخوض طبعا في تفاصيل كثيره لان هي فيها تفاصيل معقده، لكن لفت انتباهك جزئيه اللعب بضربه المرمى من حارس المرمى، وانت ضربت لي بيها مثل نقطه فنيه كمان بتفيد فيها الفريق اللي بيحب ينقل الكوره والفريق كمان اللي بيحب يعمل ضغط. التعديلات دي بشكل عام رايك فيها ايه، وجزئيه ضربه المرمى بالنسبه لحارس المرمى واستلام اللاعبين ليها داخل منطقه الجزاء؟ هو الاتحاد الدولي اكيد شايف طبعا من خلال الـ 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 الاسلوب بقى اللعب الجديد دلوقتي، ان معظم الفرق اللي بتبدا تلعب عشان تلعب دلوقتي كوره بتبني كوره من تحت، مهما كان عليها ضغط او مهما كان اللي هو عايز يعمل عمليه استحواذ من التلت الدفاعي بتاعه. واصبح كمان دلوقتي حارس المرمى جزء من اللعيبه، بيعتبر دلوقتي جزء من ضمن اللعيبه اللي موجوده اللي بتقدر تلعب برجليها. يعني الاول حارس مرمى كان معظم الوقت لما بترجع لك الكوره كان يا اما بيمسك الكوره بايديه قبل تعديل القانون، يا اما بتلعب كوره طويله، لان اللاعب يعني حارس المرمى كفنيا ان هو يلعب كوره والكلام ده كله كانت الامور بالنسبه له زمان صعبه. دلوقتي مع الطرق الجديده والحاجات اللي استحدثت في الكوره، ان كل معظم الفرق بتبني من تحت، بتحب تلعب كوره من تحت، فلازم دلوقتي بقى جزء مهم جدا ان حارس المرمى يلعب كوره برجليه كويس او يعرف ان هو يقدر يباصي كويس. في التعديل في النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها ديت، ان انت كنت بتجبر حارس المرمى في ضربه المرمى ان هو لازم الكره تخرج بره منطقه الجزاء. فانا شايف ان هي نقطه زي ما ليها ايجابياتها ليها برضو سلبياتها، لان انت كده بتساعد الفرقه اللي هي عايزه تلعب كوره او بتبني كوره من تحت، بدل ما بتخرج السردباكين بره ال 18 على الاطراف وان هم يبداوا يلعبوا كوره مع بعض، لا انا دلوقتي من حقي ان انا كسردباك ان انا ممكن اخش جوه ال 18 والحارس يلعب معايا، بقينا ثلاث لعيبه بدل ما بقينا اثنين لعيبه، ما وسعتش عليا الجاب بتاعي وانا بحضر بحضر بنيه هجمه من تحت، خلتني ان انا ممكن اخش جوه ال 18 ان انا العب، بقت المساحه اقل. طالما الحارس المرمى خلاص بقى متمرس دلوقتي ان هو بيقدر ان هو يلعب الكوره برجله، بقى لاعب ثالث. فكاننا فاكر زمان لما كنا بنلعب 3-5-2، اشبه بكده دلوقتي مع دخول حارس المرمى في الجزئيه دي. يعني واخد بال حضرتك، يعني بدل ما كانوا بيخرجوا بره السردباكين يخرجوا بره عشان تبدا هجمه، ان انت بتلعب الكره على طرف من الاطراف يفتح الملعب، بدا ان انت ممكن تخش لجوه شويه جوه ال 18، وبقى حارس المرمى بقيت ثلاث لعيبه بدل ما كان حارس المرمى فقط لعيبة. طبعا زي ما ليها ايجابياتها في ان انت بتحضر الهجمه، ليها سلبياتها طبعا ان انت لو فرقه بتضغط عليك باتنين لعيبه والكلام ده كله، الخطا بقى اصعب للفرقه اللي بتحضر. هي التعديلات فكرتها ان هي لو بتعمل قطعت الكوره جوه لو قطعت الكوره جوه ال 18 بقت فرصه ان انت تهدف او ان انت تجيب جول بقت اكتر منها اكتر لما تقطعها طبعا من بره ال 18. ودي الفكره ان هم عايزين يعملوا اثاره اكتر، اثاره اكتر للعبه كره القدم، يكون في تشويق اكتر واثاره داخل الملعب، وفي نفس الوقت بيساعدوا الفرقه اللي هي عايزه تحضر، ان انا بدل ما ببعدك خالص وخلي في مسافه كبيره جدا ان انت تحضر من تحت، لا انت ممكن تحضر ان انت تبقى جوه ال 18 وان انت تلعب كوره عادي. برضه لفت انتباهي في التقرير، وده اللي هختم بيه الجزئيه اللي اتكلم فيها كابتن جمال الغندور، المشاكل بالظبط هو مش عايز يعمل بتبقى بين اللعيبه وبين بعضها الزق والكلام ده كله،
يبقى منع الاحتكاكات ولمسه اليد لو لمست المدافع سواء عن قصد او بدون قصد تحسب يعني لا تحسب هدف او تحسب هدف على حسب التعديل اللي اتكلم فيها، عشان الفكره اللي انت بترسخ مبدا العداله داخل بالزبط. الملعب مع وجود تقنيه الفار، بالاضافه لده كمان بتعمل اثاره في المباريات بشكل كبير، وده الهدف من لعبه كره القدم في وجود الجمهور، انك بتعمل اللعبه فيها تشويق وفيها متعه بشكل كبير. بالظبط بالظبط كده. طيب كابتن حسين شكرا، وانا بتكلم معاه في هذه الحلقه من اللعيبه اللي كانت حظها، يعني هو هيقول كان حظه كويس او حظه وحش، لان هو كان جاي لتحديدا لمركز معين في صفوف النادي الاهلي، كان جاي تحديدا لمركز الباك ليفت، وفي التوقيت ده كان صفقات النادي الاهلي او الصفقات عموما في الدوري المصري كل نادي في توقيت موسم 97 بتتكلم اقصى حاجه بتشتري لاعب او اثنين، وفي السنه دي الاهلي كان تعاقد مع حسين شكري وتعاقد مع علاء ابراهيم. كابتن حسين شكري كان متعاقد، يعني الاهلي تعاقد معاه بشكل رسمي لسد ثغره في الجبهه اليسرى بعد احتراف الكابتن محمد عماره في الدوري الالماني، لكن شاءت الظروف ان هو يتواجد في مركز اخر لم يلعب فيه من قبل، لكنه اجاد ويعني ظهر بشكل جيد واستمر في النادي الاهلي حوالي 4 مواسم بشكل متواصل، موسم 97 حتى موسم 2001. كابتن حسين يعني دي بدايه بعرف بيها الناس الفتره اللي انضميت بيها، لكن الصدفه بقى اللي قادتك انك تلعب في مركز الظهير الايمن او المساك، وانت اساسا جاي عشان ثغره معينه او مكان معين مركز الظهير الايسر. هو كان في قبلها كمان، انا نسيت اقول لحضرتك ان انا كان انا لعبت منتخب 16 سنه مع كابتن سيد طباخ. فبعد ما خلصت تصفيات كاس عالم وانا عندي 16 سنه كان النادي الاهلي طلبني في الوقت دوت، بس ما قدرش ان انا اروح، يعني ما كانش الموضوع سهل بالامور ديت. اللي حضرتك بتقوله كان النادي الاهلي، كان كابتن صالح رحمه الله عليه، كان جه وقت كان النادي الاهلي واخد 6 سنين دوري، وكانت الامور بالنسبه له يعني ماشيه بشكل كويس، فخدوا قرار ان هم 2 لعيبه بس، يعني النادي الاهلي يشتري 2 لعيبه بس في الموسم مش اكتر ولا اقل. فبالموسم دوت رحت انا وعلاء ابراهيم، في كان جاي من المنيا، رحنا احنا الاثنين، وكان بسبب ان انا يعني تواجدي في النادي الاهلي ان كان محمد عماره كان رايح المانيا، فكان كابتن صالح رحمه الله عليه واللي قال لي الكلام دوت كابتن عماد اليماني وكابتن ثابت الله يرحمه. الله يرحمه كابتن ثابت. وربنا يدي الصحه لكابتن عماد اليماني. يعني كان اختياري، ودي كانت حاجه طبعا اسعدتني جدا ان كان كابتن صالح هو اللي كان يعني شبه رشحني او اثنى عليا في ان انا اكون موجود في النادي الاهلي. فدي حاجه طبعا انا ما اقدرش انساها طول عمري يعني. وزائد ان انت تلعب شرف ليك لاي لاعب في الدنيا ان هو يتواجد في النادي الاهلي وان هو يلعب في النادي الاهلي، انا بعتبر ان انا حققت كل حاجه في الكوره. يعني ان انا تواجدي في النادي الاهلي، ان انت تلعب في النادي الاهلي والنادي الاهلي يبص عليك او يختارك، وبعدين احنا كان زمان على يعني مش عايز اقول زمان قوي يعني ما كانش الانتشار بتاع اللعب زي دلوقتي، يعني انت دلوقتي كل المباريات مذاعه. انت زمان عشان كنا مثلا نشوف الاهداف بتاعتنا او بتستنى في اخر الاسبوع، نستنى في اخر الاسبوع، كان صح. في هو ماتشات الاهلي والزمالك بس اللي كانت طبعا في نادي ترسانه بالنسبه لنا اللي كانت مذاعه، فما كانش حد يقدر يعرفك او اسمك، كان الانتشار بتاعك ما كانش سهل ان هو تعرف، يعني انت هو ممكن تقعد 3-4 سنين تلعب على ما الناس تبدا تعرف ان في لعيب كويس في المكان الفلاني ده. فكانت الامور بالنسبه لنا يعني أصعب. بالنسبه لنا صعبه شويه. فكنت رايح مكان كابتن محمد عماره لانه كان رايح المانيا، وشاءت الظروف بقى ان انا لما رحت كان مستر سوبل اللي كان موجود، فما لعبتش باك ليفت خالص نهائي ولا مباراه. لعبت سيرد باك ولعبت باك رايت. ممكن انا عشان كنت في الترسانه كنت بلعب في مراكز كتيره، فكان المكان الوحيد اللي انا ما كنتش لعبت فيه خالص سيرد باك، كان سيرد باك. فخدت فتره في الفتره الاولانيه على التمركز نفسه عشان اعرف اقف ازاي او اراقب ازاي او الكلام ده كله. وطبعا النادي الاهلي لما بتلعب ما بتلعبش عشوائي، يعني انت بتلعب كل واحد عارف ليه دور معين بالظبط كده. واحنا كمان في الطريقه دي زمان احنا كنا بنلعب 3-5-2، فالثلاث سردباكات دول اللي احنا كنا بنلعبهم، حتى لما كنت بنلعبها في الترسانه او كده كان في ليبرو واثنين قدامه مساكين. لا، مستر سوبل ما كانش بيلعب كده، كان بيلعب الثلاثه فلات، والاثنين الرصاده الحربه لما بيتحركوا مثلا لو ناحيه اليمين يبقى الاثنين دول مساكين والراجل العكسي هو اللي بيغطي. لو العكس يبقى انا الاثنين مثلا اللي هو مثلا السردباك اللي ناحيه الشمال والسيرد باك اللي هو اللي في القلب هم اللي بيمسكوا، والراجل اللي ناحيه الباك رايت هو اللي بيغطي. فكان ليها حاجه معينه او سيستم معين ان انت عشان تحفظه والكلام ده كله. ففي الفتره الاولانيه خدت فيها وقت، بعد الفتره الاولانيه بدات احفظ وتضغط ازاي ودخلت وسط المنظومه، يعني خدت مني شويه وقت برضو عشان استوعبها.
الحمد لله الامور بالنسبه لي كانت مشيت بشكل كويس واديت بشكل كويس، وفضله منا من ربنا سبحانه وتعالى ان انا فزت مع النادي الاهلي ببطوله الدوري العام، وفزت معاه ببطوله افريقيا، وفزت معاه بكاس مصر. فيعتبر الثلاث بطولات اللي هم اللي بيشارك فيهم الحمد لله رب العالمين قدرت ان انا احصل عليهم. يعني برضو من الصدف الجميله وانت بتنضم للنادي الاهلي، اولا انت من الصفقات دايما اللي يعني اللي انتهت في قرب منتصف الليل او مع اذان الفجر، وده من الصفقات اللي كتير قوي المهندس عادل القيعي انجزها في التوقيت ده، وحتى في احدى حلقاته اتكلم عليها ان كانت معظم الصفقات بيتم انهائها في هذا التوقيت. لكن الشيء لفت للنظر لما انضميت للنادي الاهلي حتى وانت متواجد في الباص او الحافله الخاصه بفريق النادي الاهلي وهو رايح معسكر الاعداد في الاكاديميه البحريه في اسكندريه، لعيبه النادي الاهلي او معظمهم كان اصدقائك وزمايلك، لكن في التوقيت ده وانت معاهم في الباص مش عارفين انت انضميت. احكي لجمهور الاهلي الموقف اللي حصل حتى مع كابتن وليد صلاح. هو خدنا فتره طبعا مع باشمهندس عدلي، ليه مني كل الاحترام والتقدير طبعا، لانه راجل يعني مش كتير اللي يعرفه الراجل دوت، بيحب النادي الاهلي قد ايه وبيتعب للنادي الاهلي قد ايه، وراجل بيشتغل باخلاص للنادي الاهلي. فكانت خدت شويه مناوشات كده مع نادي الترسانه، وقعدنا نزود المبلغ وناخر الملعب وناخر المبلغ. فهي القصه كلها كان ان انا مش عايز ابوح للنادي الترسانه ان احنا عايزين ان انا رايح النادي الاهلي، يعني عشان ما يبقاش فيه مبالغه في الارقام. في الرقم اللي انا بقول لحضرتك عليه ده، انا رحت النادي الاهلي 5 سنين ب 200,000 جنيه يعني. بس وقتها ال 200,000 جنيه كان في 5 سنين. فيعني عشان الناس بس. فما كناش عايزين بس اللي هو المبلغ المادي ان هو يعلى شويه. فخدت شويه مناوشات لحد ما وصلنا لمبلغ معين، وبدا نادي الترسانه اتفق مع النادي الاهلي، وكانت خلصت طبعا زي ما حضرتك قلت كده، كانت في منتصف الليل، وكان النادي الاهلي كان مسافر تاني يوم رايحين اسكندريه معسكر اللي هو قبل المانيا. مظبوط. فركبت الاتوبيس، فما كانش لسه معظم اللعيبه ركبت الاتوبيس، ف ما كانش في سوشيال ميديا بقى، والصفقه بتتعرف بعدها بلحظه. لا كان تاني يوم ولسه الناس مش عارفه. ركبت، انا فاكر ركبت في اخر كرسي في الاتوبيس، كان وليد صلاح، وليد طبعا صاحب عمري يعني الناس المحترمه، كابتن وليد صلاح الدين، اخ عزيز يعني. فقعدت معاه فقعدنا ندردش ونتكلم وكده، ف وانا بتكلم معاه فالمكالمه طولت. ف يعني في النادي الاهلي طبعا الاتوبيس ده يعني حاجه من المحرمات، مش اي حد يركب الاتوبيس. فوليد محرج، عايز اقول لك انزل يعني انا اسكندريه هيقولوا جايب واحد صاحبه راكب الاتوبيس ولا ايه بالظبط وكده. فانا لما حسيت دي منه فقلت له وليد انا يعني انا ربنا كرمني، بقيت معاكم وبتاع وكده. فخدني بالحضن طبعا وليد، يعني اتمنى الخير للناس كلها، راجل محترم ومبروك وشد حيلك. وطبعا بدا ان هو يتكلم معايا، وهنا لازم تشد حيلك ولازم تتعب في التمرين، وهنا فاداني شويه نصايح برضو يعني من اخ اكبر يعني اللي بالنسبه لي، واخ يعز عليا لان انا وليد في صداقه كبيره بيني وبينه يعني. بس فدي اللي كان موقف عمري ما انساه ابدا، لان انا لما ركبت الاتوبيس انا عمال اتكلم مع وليد، ووليد عمال يعني عايز اقول لك احنا مسافرين، عايزك تنزل. طب لا اكيد مشاهد ومواقف بتبقى مميزه جدا، وده حرصنا ان جمهور النادي الاهلي يعرف في فتره من فترات الزمن كل لعيب انضم للنادي الاهلي، ايه الموقف اللي حصل معاه، انضم للنادي الاهلي ازاي. فكره برضو ان لعيب حريص انه يكون موجود في النادي الاهلي، فحرصه ده يخليه انه يحافظ على السريه عشان حتى القيمه الماليه ما تكونش كبيره، لانه عايز يكون موجود في النادي الاهلي. ودي نقطه برضو عايز اتكلم فيها كابتن حسين، الانديه لما ساعات بتحس ان اللعيب ده رايح لنادي تاني بيبقى القيمه العاديه، لكن اول ما يعرف النادي الاهلي بالظبط بتلاقي بقى الارقام كلها ضربت في العلالي. وبعدين هو في ميزه كمان في النادي الاهلي بصراحه، ان انت لما بتخش وسط الفرقه وبتخش وسط المنظومه انت خلاص بقيت فرد من المنظومه، ودي مش ما بتحسش بالغربه يعني. لا خلف النادي الاهلي بيتك، كل الناس بتحاول ان هي تساعدك، كل الناس بتقف معاك، كل الناس عايزه لك احسن حاجه، لان كل في الاخر خالص انت الهدف واحد، ايه هو؟ ان النادي الاهلي يبقى متميز، ان النادي الاهلي يفوز ببطولات، ان النادي الاهلي يبقى احسن حاجه. صح. فده لما بتتكاتف المنظومه كلها لهدف واحد بتلاقي الامور كلها سهله، مفيش مشاكل، مفيش يعني. ناس كثيره كانت يعني بتقعد تتكلم تقول النادي الاهلي واسراره ما بتطلعش بره او ما بتخرجش بره، هي مش هتخرج بره، لان النادي الاهلي ما فيهوش مشاكل كتير يعني، والكل بيتعامل داخل منظومه كعائله واحده. طلع احنا ممكن نتفق على ان احنا مثلا نجاح الـ 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 المهمه دي انت ممكن تبقى من وجهه نظرك بحاجه، بس احنا في الاخر الموضوع ايه؟ موضوع نجاح النادي الاهلي.
ان ان النادي الاهلي يبقى متميز، ان النادي الاهلي يبقى احسن حاجه ان شاء الله. يا انت عايز كده وانا عايز كده، فمش مش هيبقى فيها اختلاف. بالظبط، مش هيبقى فيها اختلاف غير لما انت تبقى عايز حاجه وانا عايز حاجه تانية، يبقى كل واحد فينا في طريق. دي مش موجوده في النادي الاهلي، ده بتعلمه، ده بتعلمه للبراعم. يعني حضرتك مسؤول عن فرقه الاهلي مواليد 2009، يعني بالظبط البراعم 10 سنين او 11 سنه، بتعلمهم ده كمان مع الكوره؟ بالظبط. انت ما بتعلمش كوره بس البراعم، انت ما بتعلمش كوره بس، انت بتعلم كوره وبتعلم سلوكيات، بتعلم نشأ، بتعلم احترام، بتعلم تعرف تتعامل مع زميلك ازاي، تتكلم ازاي، الدراسه بتاعتك لازم ان انت تكون فيها متفوق، ان انت في نادي في افضل نادي في الشرق الاوسط وفي افريقيا، واخد بال حضرتك ازاي، مفيش حد احسن منك ابدا مهما كان. بتتعلم حاجات كثيره جدا مش الكوره بس. هي لو على الكوره بس كل الناس بتعلم كوره، بتعلم كوره وانت بتلعب. انت يعني من ضمن شغلنا احنا في النادي الاهلي طبعا كابتن فتحي وكابتن هشام حنفي وكابتن جمال السيد وكابتن تامر حفني في المنظومه كلها، وانت شغال انت كل الولاد بتلعب كوره، بس مين اللي بيلعب كوره ويفكر؟ واخد بال حضرتك ازاي؟ يعني يلعب كرة ويفكر. انا واحد من الناس، انا واحد من الناس في شغلي، عشان تشتغل او تعلم ولد بيلعب كوره، ما كل واحد بيلعب كوره، بس مين اللي بيلعب كوره ويفكر وبيشغل مخه؟ بالظبط، هو ده اللي بيساعدك كمان ان انت كل ما بتتدرج في السنين من عمرك، ان انت لما بتطلع انت دلوقتي مثلا الجزء التكتيكي مثلا او الخططي في البراعم يكاد يكون معدوم او قليل جدا. واخد بقى حضرتك ازاي؟ كل ما بتكبر في السن، انا لو ما خليتش الولد وهو عنده 10 سنين او 9 سنين ان هو بيلعب كوره وبيفكر بيلعب كوره ازاي وبيتحرك ازاي بيساعد زميله ازاي، الكلام ده كله المهاره وتغييرك اتجاه ازاي، الكلام ده كله لو انا ما علمتهولكش دلوقتي، لما هتيجي تكبر وتوصل لمرحله مثلا ان انت بتلعب 11 او بتبدا ان انت الملعب بيوسع عليك والكلام ده كله، لما تيجي المدرب هيجي يقول لك مثلا لما الكوره تبقى الناحيه دي تقفل الناحيه دي، طب هتقفل الناحيه دي ازاي وانت ما بتشغلش دماغك؟ طب انت زميلك راح هنا لازم انا اغطي وراه هنا، ما دي لازم عايزه سرعه بديهه. واخد بال حضرتك ازاي؟ عايزه ان انت دماغك تبقى حاضره، دماغك بتشتغل وانت في الملعب. المدرب قال لي مثلا انا هباصي هنا، طب هنا لقيت الدنيا مقفوله اعطل، انت في الاخر خالص بتديله وبتكلمه وفي الاخر خالص بتقول له انت صاحب القرار. بس ده الاساس، بتبني شخصيه ولد. انت بتبني يعني بتبني شخصيه كمان. لا لا، هو في الاخر خالص بص حضرتك انت بتشتغل مع الولد وبتعلمه كل حاجه وبتقول له كل حاجه، وفي الاخر خالص لازم تقول له انت صاحب القرار. واخد بال حضرتك؟ يعني انا مثلا جيت قلت له باصي هنا، لقى هنا زميله مثلا ممسوك او ما او كره تقطع او ايا كان، ما يعطلش، لا عندك مهاره تغير اتجاهك تروح ناحيه ثانيه، انت بقى صاحب القرار. انا اديتك الحلول، اديتك حل واثنين وثلاثه وعشره، لقيتهم كلهم مش موجودين واديت الدنيا مقفوله، انت صاحب القرار. انت بتبني شخصيه للولد ان هو يبقى صاحب قرار. في جيل طالع يا كابتن حسين ان شاء الله. مواليد 2009 بنتكلم في 10 سنين بس، لا فيهم ولاد ما شاء الله مميزين جدا 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 كمان، يعني ما شاء الله عليهم بيلعبوا كوره محترمه، يعني كوره انا لو يعني للاسف بس كنت ممكن اجيب لك جزء من الـ من الـ من الـ من الـ الشغل اللي هم بيعملوه. لا لا ما شاء الله ما شاء الله، يعني حاجه مبشره، امكانيات بدنيه، مواهب فنيه، كل حاجه بسم الله ما شاء الله ما شاء الله عليهم. يعني ناس بتلعب كوره، لما تتفرج عليهم في ولد عنده 10 سنين بيلعب كوره، عارف هو بيعمل ايه وموجود ايه في الملعب في المكان ده يعمل ايه وفي المكان ده يعمل ايه، تعرف ان هم ما شاء الله. وبعدين في حاجه تانية، احنا عندنا عدد، يعني لو نزلت مثلا احنا بنلعب 5 وجول مثلا، لو لعبت المجموعه الاولى او المجموعه الثانيه او المجموعه الثالثه او المجموعه الرابعه ما بتلاقيش في اختلاف، هو السيستم واحد، سيستم واحد، هو السيستم واحد. اللي هنا ده اللي لعب الاولاني ده هو اللي بيلعبه الرابع او الخامس او ايا كان، يعني واخد بال حضرتك ازاي؟ تمام. فانت بتعلمه من هو في السن ده او في العمر دوت، دي مرحله البناء يا كابتن. بالظبط كده، انت بتاسس ولد. واخد بال حضرتك ازاي؟ في ناس كتيره معلش يعني بتبقى مستعجله شويه على اولادها والكلام ده، الكلام ده مش يعني عايز نصيحه يعني من اخ او من اب او من ايا كان، سيب الولد مع المدرب، سيب الولد مع المدرب بتاعه، وخلي عندك ثقه في ربنا سبحانه وتعالى في المدرب اللي هو شغال دوت. واخد بقى حضرتك ان هو ياسس لك ابنك كويس. انا حتى بقى دايما بربط بمثالين، معلش انا هطول في الجزئيه دي. لا الجزئيه دي مهمه جدا على فكره، لان انا كمان بدون يعني اقطع كلامك انا اسف، في جزئيه مهمه وحضرتك هتكمل عليها، جزئيه ولي الامر او الاب او الام وهو حاضر مع ابنه التمرين. انا بلاحظ كمان ان بعد كده اتحاد الكوره او المناطق او حتى النادي الاهلي من خلال الاتفاق مع الانديه اتفق ان ما يكونش في المرحله السنيه دي في منافسات رسميه، تبقى عباره عن مهرجانات عشان يشيل الضغط. الضغط ده مش واقع على اللاعب من خلال المدرب، لا من خلال ولي الامر اللي موجود دايما معاه في النادي. انا هقول لحضرتك حاجه،
الجزئيه دي معلش لازم كمان تبقى مرتبطه مش انا مش هتكلم عموما يعني النادي الاهلي في حاجه تانية خالص بتحصل. في مدربين كتير زمايلي مثلا لما تتكلم مع حد او كده هو انت شلت المنطقه مشكوره انها عملت ان هو براعم مفيش نتائج مفيش الكلام ده كله عشان يشيل الضغط من على الولد. مظبوط مظبوط. حضرتك لما تيجي تقيم مدرب ما تقيموش بنتيجته ايه، هو كسب ولا خسر ولا الكلام ده كله، لا قيم الولد دوت المدرب اللي شغال معاه ده نقل ابنك منين مهاريا فنيا ذهنيا الكلام ده كله بقى إيه؟ شخصيه بالظبط من هنا لهنا اتنقل ولا ما اتنقلش كفرد. خش بعد كده على كمجموعه الفرقه دي بتلعب ازاي اتنقلت ازاي اتطورت ازاي، ده جزء تاني. واخد بالك حضرتك ازاي؟ طب ما انا ممكن اكون انا عملت الكلام ده كله بس بخسر، ما يجيش بقى مسؤول او ايا كان يجي يقول لك لا ده مدرب فاشل او ده مدرب مش ناجح لا قيم المدرب بتطوير ابنك ايه او بالبرعم ايه او بالولد ايه بالظبط وصل لايه. ده التقييم اللي المفروض ان الناس تشتغل عليه تقيمه مش تقيم بنتائج. انا خلي بال حضرتك انا بكلمك ومش عشان انا عامل نتائج وحشه، لا الحمد لله رب العالمين انا عامل نتائج كويسه. واخد بال حضرتك؟ بس انا بتكلم على العموم. طالما انت دخلت في منظومه ان انت لغيت النتائج وشلت الضغوط والكلام ده كله، لا لما تيجي تقيم بقى عشان المدرب وهو شغال يبدا مهاره تبقى عامله ازاي، الاسلوب بتاع الولد بيعمل ازاي، بتبني شخصيه ولد ازاي، يبقى هو الولد صاحب القرار، ما يبقاش مضغوط من المدرب او خايف من المدرب ان هو يعمل حاجه بره اللي هو قال له عليه حد يزعله او باباه من بره يزعله او يبص له او لا سيب الولد. انت بتبني عماره لو ما فتحتش اساس كويس قوي وعملته متين وانت طالع بالعماره دي انت هتبقى قلقان وخايف زي كده. انا مبسوط والله بالحوار معاك كابتن حسين، لان كابتن حسين بيتكلم في نقط على فكره نقط مش فنيه، نقط ذهنيه ونقط نفسيه مهمه جدا للبراعم في السن الصغيره واحنا بنتكلم عليها، وعشان كده النادي الاهلي بيشتغل بالمدرسه اللي كابتن حسين بيتكلم بيها، وده الشكل اللي النادي الاهلي عايز يعمله في الفتره الجايه من خلال اكاديميه ومن خلال براعم وقطاع ناشئين على اعلى مستوى بيتم العمل فيه، مش في نواحي فنيه ولا نواحي بدنيه، لا نواحي كمان ذهنيه ونفسيه عشان في الاخر نلاقي منتج للفريق الاول بلاعبين قادرين على قياده النادي الاهلي خلال السنوات القادمه. بالظبط بالظبط كده. طيب ولو حد فاكر ان النادي الاهلي البراعم بتاعته او الناشئين بتاعته مش كويسه، مثال صغير بس يعني بسرعه كده، لما هنجيب من اول كابتن شريف اكرامي والشناوي ومحمد هاني الفريق الاول وسعد سمير وندفد وناصر ماهر ورمضان الناس دي كلها عد، كل دول خارجين منين؟ من قطاع ناشئين. عشان الناس بس اللي بتقولك مبالغ في المبلغ مش عارف ايه واشتروا ايه وبيعملوا ايه وبيسووا، انت عندك كيان في النادي الاهلي الاساس طالع من النادي الاهلي، من الناشئين بتاعت النادي الاهلي. وده هيخليني بقى اخش معاك للفريق الاول على طول. منتج الناشئين بالشكل اللي احنا شفناه والتواجد في الفريق الاول، يمكن معظم القوام الاساسي اللي بيبدا المباريات خلال الفتره الاخيره ما بين 4 لاعبين إلى 7 لاعبين في التشكيله الاساسيه سواء في بدايه المباراه او حتى مع نهايه المباراه. مباريات الاهلي الفتره الاخيره، اولا رايك ايه في المباريات الافريقيه تحديدا؟ لان في التوقيت ده احنا خلاص تركيزنا كله في المباريات الافريقيه. الخساره امام فيتا بهدف مقابل لا شيء، ويمكن كانت من افضل المباريات اللي اداها لاسارتي مع الاهلي خارج مصر، والاستعداد لمباراه شبيبه الثوره ان شاء الله يوم السبت القادم، وهدف مقابل لا شيء يصعد بالاهلي للدور الربع النهائي ومتصدر المجموعه باذن الله. باذن الله ان شاء الله باذن الله. بص حضرتك الظروف اللي فيها النادي الاهلي والاداء اللي هو بيأديه دوت، يعني عايزين نقول كل التحيه وتقدير للناس اللي موجوده. هات اي فرقه في العالم بيوصل عدد الاصابات اللي فيها 15 و16 و17 لعيب وبتقدر تأدي وواقفه على حيلها وبتقدر ان هي تكمل بالشكل دوت، وان هي بتيجي من زي ما بنقول من بعيد قوي. دلوقتي احنا الفرق بيننا وبين المتصدر نقطه، واحده. واخد بقى حضرتك ازاي؟ وفي نفس الوقت في المقابل ان انت في بطوله افريقيا ان شاء الله مباراه عندنا في ملعبنا ان شاء الله قادرين باذن الله ان احنا نفوز وان احنا نوصل اول المجموعه برضو رغم الصعوبات اللي موجوده ديت. ده لود مش كتير ممكن يفهمه او الناس اللي هي متخصصه او المدربين او الكلام ده كله، لما تبقى ماسك فرقه وفيها كميه الاصابات دي كلها او كميه المشاكل دي كلها من ناحيه ان انت النهارده فلان مش موجود بكره فلان مش موجود بعده فلان مش موجود، دي امور صعبه جدا لما تبقى بتدير فرقه والكلام ده كله. فده لازم الناس تحط الكلام ده في الاعتبار، محدش يجي يقول النادي الاهلي بيأدي وحش النادي الاهلي كذا النادي الاهلي. هو انتوا يا جماعه لما بتيجوا تتكلموا مش في حاجه اسمها احنا لما بنقول ثبات تشكيل مظبوط؟
طيب انا هجيب ثبات تشكيل منين وانا دلوقتي كل باخد بلعب 48 ساعه بلعب 48 ساعه ارهاق كبير جدا، وفي نفس الوقت انا كل مباراه بخرج باثنين ثلاثه مصابين. يا كابتن حسين واخد بقى حضرتك، النادي الاهلي النادي الوحيد اللي في مصر مضغوط في كل المباريات ومش عاجب حد. تعرف ان النادي الاهلي من مارس 2018 لمارس 2019 بمباراه شبيبه الثوره الجزائري ان شاء الله يوم السبت، الاهلي هيكون لعب 22 مباراه افريقيا، مع ذلك لعب كل مباريات في الدوري العام ومع ذلك مش عاجب. كل الضغط المباريات ده والاهلي بيسافر من تنزانيا يجي على اسكندريه، يروح برج العرب، يجي القاهره، مباراه كل 72 ساعه، طلب تاجيل مباراه، مفيش وقت، لعيب بيصاب. احنا ما بنشتكيش يعني كنادي الاهلي، على شكوى بس لا احنا كمان احنا كمان نادي الاهلي احنا ما بنشتكيش يعني ما بنقعدش مثلا جينا مثلا في مباراه ولا الكلام ده كله قلنا لا احنا مش هنلعب احنا ناجل مباراه احنا كذا، لا 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 حرص على نجاح المسابقه بالظبط، احنا ما بنشتكيش. فالمفروض ان الناس تقدر لنا ده، الناس تيجي لما دي حد يجي يتكلم او ايا كان يعني مش عايز اخوض في حاجه، ان الناس دي تحترم، انها عايزه تنجح المسابقه بتاعتك، ما بترفضش، ما بتحطلكش عراقيل، ما بتعملكش مشاكل، مش بتتلكك، ما بتتلككش، الله ينور عليك، واخد بالك؟ وانا عندي مشاكل ما بعدها مشاكل، واخد بال حضرتك ازاي؟ انت في فرقه في الدنيا بيغيب منها الناس دي كلها وقادره ان هي تكمل خالص يعني صعب. يعني كل الاحترام والتقدير طبعا للجهاز الفني واللعيبه اللي موجوده. فمعلش وكلمه لجماهير النادي الاهلي، لازم ان احنا في التوقيت دوت ان احنا نقف مع النادي الاهلي اكتر من اي وقت تاني. احنا النهارده يعني ربنا يسترها ان شاء الله باذن الله، ويا رب يكون شريف كويس والشناوي كويس. احنا يا جماعه لو احنا بصينا احنا معانا جول كابتن علي لطفي، لا اطمنك ان شاء الله هيكون في حارس ان شاء الله يا رب يا رب بامر الله. فالظروف كمان بدات تروح لك لمكانه، يعني اللعيبه ممكن نكون كمان احنا بنعوضها، انت بتروح كمان لمكانه ثانيه في توقيت مش مناسب، مش مناسب خالص. يعني واخد بال حضرتك ازاي؟ فربنا يسترها ان شاء الله باذن الله، بس ان الناس دي تبقى الامور بالنسبه لها كويسه. يعني احنا لو بنقدر ان احنا زي ما بيقولوا بالبلدي ان احنا بنلصم في اللعيبه، انما موضوع حراسه المرمى دي مشكله كبيره تانية. فعايزين بس الناس بتاعت الجماهير بتاعت النادي الاهلي، كل الناس اللي بتحب النادي الاهلي، انها تحاول على قد ما هي تقدر ان شاء الله باذن الله انها تقف وقفه كبيره جدا مع المباراه اللي جايه ان شاء الله باذن الله. ولو ان شاء الله بامر الله باذن الله يعني تخطينا مباراه شبيبه الثوره بامر الله، ان المرحله اللي بعدها كده ان شاء الله باذن الله هتبقى في حاجه تانية كويسه قوي يعني باذن الله. من خلال متابعتك لمباراه الاهلي الاخيره او بشكل عام، ايه افضل هدف لفت نظرك في مباراه الاهلي في الدوري ولا افريقيا عموما بشكل عام، سواء في الفتره الحاليه او حتى الفتره السابقه؟ هو في الفتره اللي هي الماتش بتاع تقريبا بتروجيت السنه دي، السنه دي في هدف او هدفين تقريبا اللي هو وانت عارف جه على النادي الاهلي وقت جون مروان، تقريبا كان جون مروان او جون ناصر تقريبا التعاون بينهم وبين بعض، لا في ماتش بتروجيت في هدفين او ثلاثه اللي هو قبل الاخير اللي قبل الاهلي سافر كونه، هدف مروان وبعديه على طول الهدف اللي عدى فيه ناصر ماهر برضو ولعبها بالعرض جت لاجاييه، راح لعبها علي تقريبا، راحت لعلي معلول وبعد كده كريم ناصر ماهر او كريم ندب، كريم ندب الله ينور عليك. انت بص ان نقل الكوره بالظبط الله ينور عليك، وفين في منطقه 18، في منطقه 18 باربع خمس لعيبه كمان بالظبط كده، كثافه هجوميه في منطقه يعني معنى كده ان في حاجه بتتقال، في حاجه بتتعمل بالظبط، في تعاون كبير، في انكار ذات للعيبه في ال 18 ان انا ممكن ابقى مواجه للمرمى وان انا اجيب جون وبحاول ان انا اساعد زميلي. واخد بال حضرتك دي الروح دي ما حدش هيعرفها غير اللي لعب كوره او اللي فاهم كوره كويس قوي. تمام. ان انا يعني بنكر ذاتي او بنكر نفسي عشان زميلي. الروح دي توصل اي حد لبطوله عموما، ده كان اي منظومه بالظبط كده. عموما ده كان هدف لفت انتباه ونظر الكابتن حسين شكري في مباريات الاهلي الاخيره. لكن جمهور النادي الاهلي بقى، ايه افضل هدف من وجهه نظره في تاريخ النادي الاهلي بشكل عام او في مباريات الاهلي بشكل عام؟ التقرير نسمع فيه راي الجمهور ثم نعود الحديث مع الكابتن حسين شكري بعد هذا التقرير. ابو الدهب ضربه حره غير مباشره وعاليه، هوبا يا دوبون تصوير او جول 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 محمد ابو تريكه في ماتش الصفاقس التونسي في ملعب رادس في استاد رادس في تونس، لان ده كان جول بطوله وكان جول رائع، كره جات له لعبها بشماله فيرست تايم، جول جميل جدا. ابو تريك 2006 جول بتاع الدقيقه 93، الجول ده ما تنسيش يعني صفاقس بالظبط.
عشان كلنا كنا مستنيين يعني، وبعدين جه فابو تريكا حطه في جاب بطوله طبعا. محمد كره طويله في عرض الدفاع التونسي، لمسه من عماد مدعم، فرناندا تصوير وجول جول جول جول. الهدف الاول للنادي الاهلي، محمد ابو تريكا يخطف الهدف، هدف غالي جدا، فرحه كبيره في الجهاز الفني للنادي. يعني انا فاكر زمان يمكن في السبعينات كان الكابتن محمود الخطيب كان بيلعب المحله، وفيكون خده من صدره لرجله لف بالنحريري مش عارف ولا مين، ولقيناها في الجون لما الراجل بتاع المحله نفسه ما بقاش عارف ما بيعمل ايه. وفي اجوان في الحديثه طبعا ما ننساش جون الكابتن ابو تريكه في الصفاقسي، لان ده كان ليه طعم وليه شكل جميل، وان شاء الله ربنا يكرم والاهلي ياخد البطوله السنه. جون بتاع الكابتن ابو تريكه في 2006 ضد الصفاقسي التونسي، افضل جون في ذاكرتي في النادي الاهلي ما انساهوش، ماتش 4-2 في نهائي كاس مصر، كان جون الكابتن محمود الخطيب، كان هو لابس لبس ملكي قميص وبنطلون، وبعد كده غير ونزل ماتش احنا كنا مغلوبين فيه 2-1، ونزل الكابتن الخطيب غير مجرى المباراه. افضل جون واخده كان واخده على صدره وحطه في نادي الزمالك. ابو تاب ضربه حره غير مباشره وعاليه، هوبا يا دوت تصوير وجول جول جول جول. اهلا بكم من جديد بعد هذا التقرير، وسمعنا فيه راي الجمهور حول مباريات النادي الاهلي وافضل هدف في تاريخ النادي الاهلي. كل ما اتكلم عن اهداف في الثمانينات في التسعينات، هدف ابو تريكه في 2006، لكن الكابتن حسين شكري قدر هو بيتكلم معايا في اثناء التقرير افتكر برضه هدف النادي الاهلي في مرمى الفريق التونسي، فريق المرسى التونسي، التونسي بتاع كابتن خطيب. في جونين جابهم كابتن خطيب في المرسى التونسي وفي تقريبا المريخ السوداني، واحد هاف فولي واحد فولي، لا دول غير طبيعيين. لو انا عد من النهارده لغايه 100 سنه قدام لا كتير قوي كتير. كابتن خطيب كمان ليه جوان كمان غير طبيعيه، والكره اللي خدها بالكعب لا في جوان لكابتن خطيب بحاجه المهاره مش يعني مش طبيعيه. يعني الجون كمان بتاع كان تقريبا نادي ترسانة او حاجه زي كده، رقص من على اللاين وعملها في الضيقه، لا ده جون برضو تحس ان هي اهداف سابقه عصرها ب 20 سنه بالظبط. يعني في اهداف بتيجي دلوقتي شبيهه ليها حتى في الدوري الاسباني والدوري الانجليزي، لكن احنا شفناها في ملاعب النادي الاهلي. فما بالك بقى الناس دي كمان بالمهاره دي بالظبط، لو كانت موجوده في العلم الحديث الحاليه الكوره والكلام ده كله كنا اتمتعنا فعلا دلوقتي يعني. طيب مباراه شبيبه الجزائر يوم السبت يا كابتن حسين، ايه المطلوب فيها؟ ايه اللي يتقال للعيبه؟ لان انا حتى على المستوى الشخصي حاولت كده اعرف الاجواء داخل الفريق بعد مباراه فيتا. في شيء عجبني وفي شيء اثار مخاوف بسيطه يعني ناحيه الكلام اللي اتقال. في ثقه، والثقه كبيره ان الاهلي هيتخطى الفريق الجزائري، لكن في نفس الوقت الثقه دي انا شفتها ان هي ناتجه نتيجه ان البعض يقول لك ايه، انا خسرت من فيتا لكن انا واثق اكسب في برج العرب بهدف مقابل لا شيء، او اكسب فريق جزائري باي نتيجه واتاهل. انت شايف ده من وجهه نظرك ازاي؟ هل هي ثقه محفوفه بحذر، ولا شايفها ثقه زايده ان نتيجه ان انا بعد ما خسرت في الكونغو لا انا واثق ان انا في القاهره هكسب واتصدر المجموعه؟ هقول لحضرتك حاجه، هو مفيش مباريات سهله دلوقتي واكيد طبعا الجهاز الفني واللعيبه ادرى مني بالكلام ده كله، ان الكره اختلفت، ان انت مفيش فرقه دلوقتي في العالم بتنزل الملعب وهي ضامنه ان هي تكسب حاجه زي كده. بس احنا لينا شواهد، النادي الاهلي في كل المراحل اللي كان فيها الامور فيها مثلا مش عايزين نقول ازمه، فيها محتاجه مرجله او محتاجه انها تحقق هدف معين، بص للتاريخ بتاع النادي الاهلي دي تطمنك، دي حاجه تطمنك ايا كان في اي وقت في اي عصر من العصور. بص للنادي الاهلي في المواقف اللي هي بتحتاج فيها مرجله، بمعنى مرجله بلغه الكوره يعني، هتلاقي النادي الاهلي لا موجود وفي الصفوف الاماميه، فدي حاجه كويسه. بتمنى من ربنا ان شاء الله باذن الله التوفيق في الفرص اللي هتيجي في بدايه المباراه، مهمه جدا جدا، لان المنافس كمان التعادل بالنسبه له كويس بالظبط. انت بتلعب في ملعبك، هو اكيد جاي هو يعني عارف مليون في المية ان النادي الاهلي ما قداموش غير ان هو يكسب، فهتلاقي حتة التحفظ الدفاعي ديت او التكتل الدفاعي ديت هتلاقيها بشكل كبير، وهيلعب مثلا غالبا على الهجمة المرتدة. التوقيت اللي هو في بدايات المباراة بالفرص اللي هتجيلك او تتيح لك في بداية المباراة، لو ربنا
اراضي ان شاء الله باذن الله زي المباراه بتاعت سيمبا، انت كسبت 5 بالظبط. كل الفرص اللي جت في بدايات المباراه اللي اتيحت للنادي الاهلي جت الجوال، سهلت الامور مع الوضع في الفارق المقارنه بين الفرقتين بالظبط. بس هقول لحضرتك حاجه، ما انا هقول لحضرتك حاجه تانية، ان كمان ان انت لو ربنا اراد ان شاء الله باذن الله في الفرص اللي هتيجي اللي هتتيح لك في بدايه المباراه لو فتحت، انت كمان الفرقه الثانيه ما قداموش حاجه كمان، هو كمان ان هو هيعمل ايه؟ هيبدا ان هو يهاجم. ما هو هدف في البدايه ده هيفرق كتير في شكل المباراه، فهتبدا الامور بالنسبه لك انت المفروض تبقى اسهل، لان هم لو فتحوا الامور بالنسبه لك انت احسن. ليه؟ انت مهاريا وتكتيكيا وخططيا انت كفرقه النادي الاهلي انت اعلى الشخصيه بكتير. والروح بالظبط ان شاء الله باذن وسط جمهورك طبعا، مسانده الجماهيريه مهمه جدا 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 طبعا. لا من اول دقيقه لاخر دقيقه، واحنا لينا شواهد، احنا بيتقال علينا احنا ابطال الدقيقه 90، فمن اول دقيقه لاخر دقيقه ان شاء الله بامر الله مسانده الجمهور مهمه جدا 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 للعيب. هو حتى في مساء يعني يمكن النهارده كان اتصالات الاهلي قدر الامكان بيحاول يكون في زياده لعدد الجمهور خلال الساعات القادمه، ربنا يا ريت. يمكن الساعه الرسميه حتى هذه اللحظه 10,000 متفرج، لكن ان شاء الله في مساعي يعني يزيد العدد ل 15 او 20,000، ان وجود الجمهور مع الاهلي في المباراه هيفرق كتير جدا. ولو بقت 30 و40,000 احنا بنحاول ان احنا نعمل يعني مش هنلاقي وقت زي دوت ان احنا نقف مع النادي الاهلي، نادي بيمثل مصر واخد بال حضرتك، وفي نفس الوقت تجربه وبروفا. احنا عندنا برضو هيجي لنا البطوله بتاعت افريقيا ان احنا نحاول. وسبق كان في تجارب كثيره، الاهلي حتى دخل جمهور في مباراه افريقيه ب 50 و60 وكل التجارب نجحت. بنتمنى من ربنا، طبعا الامن اضرب مننا بكل حاجه، بس بنتمنى من ربنا ان هي الساعه بتاعت الاستاد يا رب ان شاء الله ان هي تتفتح. اولا هتساعد النادي الاهلي، وثانيا ان هي تجربه برضو ان شاء الله باذن الله لكاس افريقيه بامر الله ان شاء الله باذن الله. برضه عايز انقل لك يعني الاستراتيجيه او التفكير الناس في الجزائر او فريق شبيبه الثوره تحديدا الجزائري بيفكر ازاي في مباراه الاهلي. يعني عايز اديك مثال، المباراه الاولى اللي انتهت في اماره بشار في الجزائر بالتعادل الايجابي، الاداره اقالت نبيل نقيز المدير الفني لفريق الشبيبه، وكانت وجهه نظر الاداره في التوقيت ده لما اقال المدرب بعد التعادل مع الاهلي، رغم ان الفريق ده على فكره حديث العهد يعني انشئ منذ 10 سنوات تحديدا، لكن مره شاف في افريقيا وبيتصدر المجموعه ففي دوافع عنده كتيره جدا. لكن الاستراتيجيه عندهم في ايه؟ لما اقال المدرب اقالوا انه قال لك انا برضو فرقه حديثه العهد وبلعب مع النادي الاهلي الكبير بس ما العبش بشكل فيه تحفظ، فجابوا مدرب وهو كان المساعد لنبيل نقيز المدرب كريم الزاوي، عمل نتائج كبيره جدا خلال الفتره الاخيره. التارجت اللي بينه وبين الاداره ان فريق الشباب يتصدر المجموعه ويتاهل للدور ربع النهائي، فالطموح عندهم بشكل غير طبيعي. دي رساله عايز اوجهها برضو للجمهور، ان الفريق اللي جاي يلعبك حتى لو فريق حديث العهد مش من الاسامي الكبيره، مش اتحاد العاصمه، مش شبيبه القبائل، لكن في استراتيجيه جوه اداره النادي ان الفريق ده يتصدر ويقود التاهل للمجموعه من خلال وجوده مع النادي الاهلي، ولدرجه ان هو حتى اقال المدير الفني وهو ماشي بشكل كويس. الوضع اللي فيه المجموعه هو اللي خلاه الطموح عنده يزيد بالظبط كده. ففكر الاداره عندهم حتى مع الاهلي في الجزائر ودي نتيجه ايجابيه بالنسبه له، لا هو الهدف عنده مش كده خالص، ده يصدر لك لايه او يشوف انت او تشوف انت بالنسبه لك انت بتفكر الفرقه دي ازاي وانت شايف كل المعطيات ديت. هم طموحهم زاد بالشكل اللي فيه المجموعه ديت طبعا، لو النادي الاهلي كان وفق في فيتا اللي فاتت ديت وكان ربنا اراد ان احنا كنا كسبنا والكلام ده كله، كانت المعطيات كانت اختلفت شويه. ولو هو كان خسر برضو في بدايه الامور في الجزائر الماتش الاولاني اللي احنا تعادلنا فيه 1-1 هناك، كانت الامور برضو اختلفت. هو بص حضرتك في الشغل بتاع الكوره او انت ممكن تبقى داخل بطموح معين وانت شغال ومو شغاله بتلاقي نفسك رايح حطيت في مكان انت ما كنتش متوقع ليه. انت لو نفتكر المدرب، انا فاكر الحديث للمدرب اللي هو بتاع شباب الثوره دوت قبل النادي الاهلي، قال شرف كبير لينا ان احنا بنلعب النادي الاهلي، ان احنا لسه بناخد خبره، ان احنا الوضع دلوقتي بتاع المجموعه لما تشابك بالشكل ده طموحهم زاد. انما هو كان عايز زي اللي هو زي ما بيقول هو داخل تمثيل مشرف، وده ما عجبش الاداره بالظبط. فلما لقى الامور كده والدنيا كده فطموحه زاد، وده حقه واخد بقى حضرتك ازاي، ودي حاجه كويسه للنادي الاهلي، مش حاجه انا بشوف حاجه ايجابيه ان انت طالما هو بيفكر بالشكل ده. عشان كده لسه بقول لحضرتك من شويه بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى التوفيق في بدايه المباراه ان احنا نقدر نحرز هدف. لو قدرنا ان احنا نحرز هدف الدوري اللي هم اللي عندهم اللي هو بقى عايز يوصل وعايز يكسب النادي الاهلي وعايز يهاجم، ان هو عايز انا عايزه يفتح خطوطه، انا عايزه ان هو يغامر، انا عايزه ان هو يبقى الطموح اللي هو عنده دوت يبقى كمان بالاداء بتاع المباراه. لو حصل الكلام ده
واخد بال حضرتك ازاي؟ ان شاء الله بامر الله الامور هتتسهل على النادي الاهلي كتير جدا. النادي الاهلي فرقه منظمه، فرقه فيها لعيبه مهاريه كتيره جدا، فرقه تعرف تجيب اجوال من انصاف الفرص. المشكله اللي ممكن بتواجه النادي الاهلي دلوقتي ان انت لما بتلاعب فرقه مقفله شويه، او ان الامور بتحجم الماتش شويه، مقفوله شويه، بتبقى بتجد صعوبه شويه في الـ في الـ في الـ في ان انت تفوز بالمباراه. بالظبط. فبنتمنى من ربنا سبحانه وتعالى بالدفعه الجماهيريه، بعزيمه الرجاله اللي موجوده كلهم ايا كان اللي هيبقى موجود، ان احنا ربنا يكرمنا في بدايه المباراه، يسهل علينا الامور جدا 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 لو احرزنا هدف في البدايه، الربع ساعه الاولانيه وال10 دقائق الاولانيين لو جبنا فيهم هدف، طموح الناس ديت لو هي جايه عشان عايزه تحقق حاجه في البطوله هيبدا هينعكس عليهم في الملعب، هيبدا يفتح خطوطه. انا عايزك تلعب النادي الاهلي وانت فاتح خطوطك في الملعب. تمام. ملعب برج العرب الواسع ده عايزك تفتح خطوطك وتهاجم النادي الاهلي. ومهم برضو الفريق يسافر مبكرا يتعود على ارضيه الملعب، لان ارضيه ملعب برج العرب مش زي ما كانت موجوده قبل كده، نتيجه شويه يعني زحمه المباريات على ارضيه الملعب عامل ارهاق بشكل كبير لشكل الملعب والارضيه. فوجهه نظر يعني الاهلي يتواجد مبكرا في برج العرب يتدرب اكتر على الملعب، لان الارضيه قد تكون عائق للفريق في المباراه. لا، هو انا بتمنى من ربنا ان هي، اكيد طبعا الناس اللي موجوده ادرى مني في الـ في الـ في القصه ديت، ان النادي الاهلي لسه راجع امبارح، مرحله الاستشفاء بتاعتهم تبقى بشكل الفريق حتى خد اجازه النهارده كبير. بالظبط كده، وبكره يعني اول تمرين صباحا. بالظبط، انا عايز ان هم فتره الاستشفاء تبقى كبيره، لان الملعب اللي حضرتك بتقول عليه دوت والنجيله العاليه والكلام ده كله هيبقى له وجهد كبير جدا على العضلات بتاعه اللعيبه اللي موجوده. وانت جاي من سفريه مرهقه جدا، واخد بال حضرتك، انا مش عايز يبقى في لا قدر الله اجهاد او ارهاق في الـ في الـ في الـ اثناء المباراه نفسها. فالفتره اللي هي ديت طبعا الناس ادرى مني في القصه ديت، من النهارده لحد يوم المباراه ان شاء الله باذن الله نراعي كويس قوي الحته بتاعت الاستشفاء كويس. بكره في تدريب صباحي للفريق ان شاء الله، يبقى الجهاز الفني في اجتماع يحدد بقى ملامح التدريب خلال الايام القادمه، هل سفر معسكر من يوم الخميس من يوم الاربعاء، لان الماتش ان شاء الله يوم السبت الساعه 6 بتوقيت القاهره. فالجهاز الفني هيشوف المعطيات باذن الله هيحضر بها لهذه المباراه ان شاء الله باذن إن شاء الله. الله. طيب، في برضه معطيات من خلال الفريق الجزائري، يعني الفريق الجزائري في اول مباراتين في البطوله الافريقيه بعد ما حصد نقطه واحده، اخر ثلاث مباريات مع المدير الفني كريم الزاوي وهو المساعد لنبيل نقيز غير خط الدفاع، يعني شكل التيم بنسبه 80% زي ما هو ثابت، سواء في نص الملعب او حتى في الهجوم او حتى حارس المرمى، لكن قلبي الدفاع اتغيروا تماما. يعني بدل ما بيلعب فاتح طاله وعبد الدين ابو بكر، لعب بوتاتين ولعب ببركه محمد، اثنين مساكين مكان اثنين مساكين بدا بيهم البطوله الافريقيه. الشكل الدفاعي اللي اتغير ده خلى الفريق بقى في البطوله ليه وضع مختلف. هل مقياس ليك بقى انت تشوف الفرقه دي اتحضرت ازاي في اخر اربع مباريات عن المباراه اللي انت لعبتها، وتغير التكتيك بتاعك والشكل بتاعك، ولا هتحضر لها ازاي؟ يعني هتحضر لها بنفس الطريقه اللي لعبت بيها هناك، ولا بتشوف المعطيات اللي دخلت على الفرقه لما اتغيرت لعيبه وجات لعيبه ثانيه؟ لا، لازم تغير طبعا الاستراتيجيه بتاعتك انت مع اثنين مساكين. انت بتقول حضرتك خلي بالك انت بتتكلم في مركز من اهم المراكز بتاعت غيرهم خالص. بالزبط. يعني شال الاثنين المساكين وحط اثنين مساكين ثانيين. ممكن يكون النتائج السلبيه اللي كانت موجوده في بدايه البطوله، بدايتهم للبطوله خسر في تنزانيا من سيمبا 3 وتعادل مع الاهلي، ما هو معنى ان انت تخش فيك ثلاث اهداف، ان انت الحته بتاعت العمق ديت ممكن يبقى الناس مش ماسكه نفسها كويس، او الناس مش بكفاءه عاليه. فان انت تغير اثنين والنتائج تتحسن، وتحط اثنين والنتائج تتحسن، لا يبقى انت مدرسه قدرت ان انت تشوف خلل في الفرقه بتاعتك ايه وتغيره. في الاماكن دي ممكن يكون انت، اقول لحضرتك يعني بالاماكن بالذات اللي هي بتاعت المساكين دي، ممكن يكون الناس اللي كانت موجوده الكور العرضيه او ان هو يلعب بالهيدرز او الكلام ده كله، ممكن تكون العمليه مش كويسه بالنسبه لهم. مظبوط، واخد بال حضرتك ازاي؟ ممكن يكونوا الاثنين اللي جم بيلعبوا بيبقوا اكفأ شويه، انما دول لو لقيت العمليه دي كده هتلاقي العكس على النقيض، الحته اللي على الارض هتبقى بالنسبه لهم صعبه. يعني نادرا لما بتلاقي موضوع سرد باك ان هو يا اما بيلعب بدماغه كويس ويكون على صعب الاثنين مع بعض، بتبقى فيها صعوبه شويه، بتبقى هو مميز في حاجه من الاثنين، واخد بال حضرتك، او ماسك نفسه في يعني مميز مثلا هيدرز، انما في تحت كوره اللي هي دريبل واحد ضد واحد او الكلام ده كله، او المراقبه او التمركز او الكلام ده كله، برضو ده جزء كبير. يعني انت ممكن تبقى متفوق ان انت بتلعب بدماغك كويس، او ان انت بتلعب تحت تقدر تقطع الكوره كويس، بس ممكن يكون التمركز بتاعك او المراقبه بتاعتك للمنافس مش كويسه، فدي حاجه برضو اكيد هتتاخد في الاعتبار. فدول انا اعتقد ان هم طالما انت غيرت والكلام ده كله، ان الاثنين اللي موجودين دول ممكن يتعمل حسابهم ويبقى عليهم شغل اللي هو الفردي للناس اللي هم الفراوده بتوعنا احنا، ان الناس دي بتشتغل ازاي، اخطائها ايه، تمركزها ايه، ان احنا نشتغل على الكلام ده. لان اللي انت هتلاقيه
في المباراه اللي جايه مش هم اللي كانوا في مباراه 1-1 بالظبط كده، فلازم يبقى لهم شغل تاني مختلف. اكيد بالظبط. معدل اعمار الفريق الجزائري 28 سنه، ده معدل كبير ولا معدل صغير بالمقارنه؟ يعني البعض كان يعتقد ان الفريق ده حديث العهد من 10 سنين، فبالتالي معظم القوام لعيبه صغيره او لعيبه جديده مش موجوده قبل كده. لا انا عايز اقول لك الحارس المرمى الاساسي عبد الرؤوف فرتاشي ده كان حارس منتخب الجزائر السابق، يحيى شريف رقم 8 ده اخطر مهاجمي الفريق، ده احرص في الاهلي وفي فيتا وفي سيمبا ومن اللعيبه المميزه ولعب في اتحاد العاصمه. دي ممكن يبقى هم طالما حديث العهد ومعدل العمر بتاعهم كبير كده يبقى هم خدوا من فرق كتيره قوي، من الشبيبه من اتحاد العاصمه اللعيبه الخبرات اللي عندهم بالزبط. وبداوا ان هم يكونوا بيهم فرق بالظبط. فدي خلي بالك حاجه برضو تبقى في الحسبان طبعا. لان اللعيبه دي اكيد خبرات، لان انت 28 سنه يعني انت بقالك مثلا اقل حاجه 10 سنين بتلعب كوره او 7 سنين او 8 سنين، يعني انت راجل خدت تجارب كتيره سواء في الدوري مع فرق تانية او طالما حديث العهد اكيد لعبت يعني ما لعبتش افريقيا بس ممكن تبقى لعبت مع فرقه تانية. فالكبير في السن دوت او اللي سنه 28 سنه ده راجل ممكن يبقى عنده خبرات، ممكن تبقى الامور بالنسبه له الجهد او العامل البدني ممكن يكون مش كبير، وخبره حضرتك ازاي، وانما خبراتك في الملعب دي مهمه جدا. ده حارس المرمى عبد الرؤوف نتاشي هو الحارس المرمى الاساسي حاليا 36 سنه، راجل عنده خبرات كبيره اكيد طالما وصل للسن دوت وبيلعب ولعب في المنتخب الجزائري. انا بقول لحضرتك طالما وصل للسن ده وقادر ان هو يلعب لحد دلوقتي والناس عندها ثقه فيه وان هو بياخد ماتشات وبيلعب ماتشات افريقيا، واخد بال حضرتك، اكيد حارس كويس وعنده خبرات. ف بتمنى من ربنا ان شاء الله باذن الله ان النادي الاهلي يعني يحاول ان هو يخلص المباراه من بدري، يعني مش عايزين نخش في حسبه بيرما والوقت الضايع واستهلاك الوقت واللعب على الاعصاب. ناخد بالنا كويس قوي، ناخد بالنا كويس قوي من الهجمات المرتده، من الهجمات المرتده طبعا طبعا، انك انت بتلعب في ملعبك وما عندكش فرصه غير ان انت تفوز ان شاء الله باذن الله، فمش عايزين تحصل مشاكل لينا بالنسبه لنا دفاعيه في الحاجات اللي هي المرتده بتاعتهم. ومعظم فرق بتاعه شمال افريقيا كلهم بيتميزوا في الكره الثابته، الكره العرضيه، الحاجات دي هم مميزين فيها جدا جدا جدا، سواء الجزائر او تونس او المغرب، الحاجات اللي هي بتبقى من بالعرض دي او الحاجات اللي هي بتتلعب بالهيدرز في منطقه ال 18 هم مميزين فيها، فناخد بالنا كويس قوي من النقطتين دول. تتوقع التشكيل نفس تشكيل مباراه فيتا ولا يطرا تغيير على التشكيل في عوده لاعب من اصابه؟ يعني لغايه اللحظه دي محدش لسه عارف الموقف لحمدي فتحي او حتى لوليد سليمان، صلاح محسن، حسام عاشور، محدش لسه عارف الموقف، هل ممكن حد فيهم يلحق؟ طبعا حمدي فتحي اعتقد هيبقى صعب لان اتقال التشخيص ممكن ياخد حوالي شهر لشهر ونص، لكن في الظروف دي اي مدرب في الدنيا هياخد اقرب ناس لرجليها في الملعب، يعني اقرب ناس رجليها في الملعب. يعني حضرتك طبعا وليد محدش يختلف عليه، لعيب كبير والكلام ده كله، الفتره اللي هو قعدها فتره كبيره. احمد فتحي كذلك، في لعيبه مفيش خلاف عليها لو هم موجودين طبعا اضافه كبيره ما بعدها اضافه للنادي الاهلي، يبقى نفس التيم اللي بيلعب في فيتا غالبا بنسبه كبيره جدا. وممكن ان انا احتاج بقى وليد مثلا في وقت معين من المباراه مع احمد فتحي في وقت معين من المباراه، سواء كنت فايز او عايز اعزز الفوز او عايز ان انا احافظ على 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 الفوز على الفوز ان شاء الله باذن الله، ممكن يعني عايز اكسب وليد طبعا مفيش بعديه في ان هو يبقى عنصر اضافه كبيره في الجزء الهجومي. هل وجد... ان انت عايز تحافظ على على المكسب ان شاء الله باذن الله، احمد فتحي لو في نص ملعب او 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 او, أو ناحيه اليمين او ايا كان، واخد بال حضرتك، مفيش انسب منه، راجل مقاتل، راجل خبره كبيره جدا، راجل لا غنى عنه ان هو يقدر يحافظ لك على مكسب لو 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 ان شاء الله باذن الله احنا متقدمين وعايزين نحافظ على المكسب. من خلال معرفتنا بلعيبه الاهلي طبعا لو احنا بنضع التشكيل هنروح دايما للخبرات، احمد فتحي، وليد سليمان، حسام عاشور، لكن دايما بشعر كده وانا بتفرج على فرقه الاهلي او حتى بقرب من جوه تفاصيل الفريق، بحس ان لاسارتي دايما بيعتمد على الجيل الشباب او جيل هو بيحاول يصنعه بشكل معين داخل الملعب، ففكره التغيير او العوده للاعيبه كانت سابقه ليها خبرات كبيره انها تلعب مباريات زي دي احساسي ما اعتقدش انه ممكن يعتمد عليها في التوقيت الحالي، وده ظهر في استمرار محمد هاني، ظهر في تألق والمركز اللي بدأ فيه كريم نيدفي بشكل جيد، تألق عمرو السوليه، دايما بيعتمد على صناعه اللعيب بشكل معين داخل الملعب، مش اللي هو يستحضر العنصر القديم الخبره اللي كان موجود قبل كده. لا هو مع احترامي لحضرتك، هو الظروف اجبرته على ولا هي الظروف اللي اجبرته على كده؟ الظروف اجبرته على اماكن، يعني هقول لحضرتك حاجه، لو احمد فتحي موجود
عشان تقول مثلا تألق احمد محمد هاني والكلام ده كله، كانت الامور ممكن تبقى بالنسبه له صعبه شويه، لان لو فتحي موجود هو الراجل العنصر الاساسي اللي كان بيلعب الكلام ده كله، فكانت الفرص بالنسبه له هتبقى مش زي دلوقتي. الاصابه بتاعت احمد فتحي ادت فرصه لهاني ان شاء ما شاء الله عليه، يعني ربنا يزيده ويحافظ عليه، ان هو ماشي بشكل كويس جدا. كريم نيدفيد كذلك، واخد بال حضرتك ازاي؟ فالاصابه ساعات بتجبرك ان انت بتتحط في موقف، هو شاطر يعني، هو راجل يحترم انه تعامل مع الموقف وبسرعه جدا وبدا يحط البدايل وادها الثقه، مشيت بشكل كويس، ودي حاجه كويسه جدا تحسب له. لان كمان ان انت لما يرجع لك احمد فتحي، ولما يرجع لك ازار، ولما يرجع لك ناس الوليد، الناس اللي هي المصوح حسام عاشور، الناس دي كلها لما ترجع دي هتبقى اضافه ما بعدها اضافه للنادي الاهلي، واخد بال حضرتك ازاي؟ ليه؟ لان احنا برضو هنحسبها ان الراجل اللي لعب دوت وبقاله فتره كبيره وبيلعب وحافظ على مكانه وماشي بشكل كويس، مش هيفرط بسهوله جدا ان هو يقعد بعد كده. الراجل اللي جاي من اصابه هو لعيب كبير ولعيب خبره والكلام ده كله لا غنى عنه، في نفس الوقت برضه هو عايز يرجع لمكانه، فدي منافسه شريفه جميله للنادي الاهلي. فاحنا دي اللي بنتمناها من ربنا، ان عوده المصابين دي انها ترجع تبقى سهلت على المدرب ان انت يبقى عندك حلول كتيره جدا في كل حاجه. تمام. حتى لو عايز تغير طريقه اللعب، عايز في وقت من الاوقات ان انت تستخدم لعيبه في اماكن مختلفة او الكلام ده كله، تبقى عندك المرونة التكتيكية، وعنده ربيع وعنده احمد فتحي في مراكز ممكن استفيد بيها. فعشان كده انا بقول لحضرتك ان الظروف اجبرت لسارتي في 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 التوقيت دوت ان الناس دي تمشي، وهو يحسب للراجل ان هو وقف الناس على رجليها وادها الثقة وادها الشجاعة انها تتألق، واخد بقى حضرتك ازاي؟ انما ما اعتقدش ان ممكن يجي مدرب ويبقى عنده لعيبه خبرات بالشكل ده او بالاسماء دي والكلام ده كله، وان هو يحاول ان هو يقعدها، بتبقى الامور صعبه شويه. تمام. الشكل الهجومي، ممكن مين المجموعه اللي تأدي بشكل هجومي في الفريق الماتش اللي جاي؟ يعني اجاييه، ناصر ماهر، رمضان صبحي، ازارو، مروان محسن. احنا بنتكلم في خمسه، المتاح ممكن يبدا منهم في حدود ثلاثه او اربعه حسب شكل وسط الملعب. بص اقول لحضرتك حاجه، في ناس دلوقتي يعتبر يعني في التشكيله ما فيش خلاف عليهم، يعني احنا لو اتكلمنا على اجاييه ما فيش خلاف عليه. ناصر ماهر دلوقتي رجله في الملعب، ربنا يحفظه، ما فيش برضو خلاف عليه. سواء مروان او وليد ما فيش خلاف عليهم، واخد بال حضرتك؟ تمام. فرمضان ما فيش خلاف عليه، واخد بال حضرتك؟ الشكل الهجومي بتاع النادي الاهلي الى حد ما عندك الـ 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 عندك الحلول وعندك البدايل اللي تقدر ان انت يعني ان شاء الله باذن الله تصنع لك الفرق، واخد بقى حضرتك؟ فهي قصه بس كلها التوفيق بتاع ربنا في الوقت المباراه نفسه. يعني انا بتمنى من ربنا ان اجاييه يكون في حالته، في حالته، في حالته، مش فكره انه يبدا، لا، الفكره انك في اللعب يكون في حالته الفنيه والذهنيه. يوم المباراه اجاييه عنصر مؤثر جدا 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 بشكل كبير جدا. يعني انت لو خيرتني، معلش انا اسف، ان 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 مروان او وليد ازارو يبقوا فايقين قوي ولا اجاييه؟ اجاييه اقول لك لا، اجاييه. احنا عايزين الثلاثه يا رب، احنا بنتمنى من ربنا. انا بقول لك يعني لو 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 حصل انا ليه؟ الراجل ده اللي بيعمل لك الشغل كله من نص الملعب، ان هو ممكن يوصلك زي ما احنا كنا بنتكلم من شويه، النادي الاهلي بيباصي فين بالظبط؟ ماتش بتروجيت في 18 18 هي وصلت هنا ازاي؟ وصلت عن طريق الناس دي، عن طريق ناصر ماهر، عن طريق اجاييه، عن طريق سوليه، عن طريق الناس اللي نيدفيد، الناس اللي موجوده في نص الملعب، واخد بحضرتك ازاي؟ ما بقاش زي زمان ان 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 الفيرود بتاعك لو مش فايق انت مش هتكسب، لا، الموضوع اختلف. انا عايز الناس اللي عندي اللي تحت دي اللي بتتحرك، اللي بتعمل الزياده العدديه من تحت، واخد بحضرتك؟ لان الناس اللي هتبقى موجوده في مباراه زي ديت اكيد وليد ازارو أو أو, او 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 مروان محسن هيبقى الرقابه عليهم شديده جدا، وانت بتقول حضرتك ان هو غيروا اتنين مساكين، واخد بال حضرتك؟ فهتلاقيهم يعني شبه متكتف. الحلول عندك دلوقتي من الناس اللي بتيجي من تحت، من الناس اللي بتصنع بالمهاره انها تقدر توصل لمناطق مؤثره عند ال 18، او انها تعمل كور عرضيه، او انها تعمل 1 2، او انها تصوب، او الكلام ده كله. احنا بنراعي على الخبرات يا كابتن حسين، يعني خبرات النادي الاهلي دائما بنراعي عليها في المواقف الحاسمه والحساسه اللي زي ديت. قبل كمان غير الخبرات كمان، انت راهن ان شاء الله باذن الله على مرجله اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي، روح النادي الاهلي، العزيمه بتاعت النادي الاهلي. بالزبط. الناس دي ما بتفرطش في حاجه دي زي كده بسهوله، انت راهن على القلب والروح والجدعنه قبل الكوره. يعني في مباريات انا راهن على القلب والروح والجدعنه والعزيمه ان انا عايز اوصل قبل الكوره،
انا ممكن ما بقاش فنيا، ممكن ما بقاش كويس وتبقى مقبوله في مباريات زي ديت. انا مش عايز اداء، انا مش عايز اداء، بس انا ما اقبلش ان انت روحك ما تبقاش موجوده. صح، لو روحك وعزيمتك ومرجلتك بتاع الروح الفنيه موجوده، انا مطمن، والجمهور لو حس بده بيقدرك. بالظبط، الله ينور عليك. انما انت فنيا بص، المدرب ممكن يدي كل لعيب، ممكن يديك كل حاجه في الدنيا، بس انت تيجي يوم الماتش مهريا وفنيا والكلام ده كله، القلب والعزيمه والجدعنه دي منك انت كلعيب. انا هكلمك والكلام ده كله، انا ما كانتش نابعه منك انت، او انت عندك الاراده او العزيمه ان انت عايز تحقق الهدف ده، انا مين مدرب هيقدر يوصلها لك؟ لازم تبقى نابعه منك انت من جوه. تمام، والحاجات دي ما فيهاش شك في لعيبه النادي الاهلي يعني. تمام. طيب، جزئيه اخيره وسؤال اختم بيه للحلقه والفقره معاك كابتن حسين. عندنا مباراه قمه مع الزمالك ان شاء الله نهايه شهر مارس، هل نقدر نحكم على المباراه بالمعطيات الموجوده دلوقتي ولا لسه بدري؟ لا، لسه بدري. بدري ده بسبب تاجيل مباراه الزمالك والمقاولين، ولا لسه الاهلي عنده مباراه افريقيه وزمالك عنده مباراه افريقيه؟ مباراه الافريقيه هتفرق كتير في الحاله المعنويه. بالظبط. اه، وصول ان شاء الله النادي الاهلي ل ل ل لدور الثمانيه هيفرق معاه كتير جدا. الفتره ما بين النهارده مثلا، احنا بنتكلم النهارده 10 مارس، فاضل 20 يوم، 11 مارس والمباراه يوم 30، في 20 يوم او 19 يوم. الفتره دي كبيره، دي في عندنا احنا زي ما الناس بتقول عن مستشفى النادي الاهلي يعني، لو حد من ال 2 3 بس ان شاء الله بامر الله، واخد بال حضرتك، دي تفرق كتير. الفتره دي تجهز فتحي، تجهز وليد سليمان، تجهز ناس لسه، تجهز اجاييه تاني اكتر، السليه، حمدي فتحي، حسام عاشور، واخد بال حضرتك، الناس دي ركائز في النادي، وهي دي سعد سمير. بالظبط، واخد بال حضرتك، الناس اللي هي زي ما بنقول في الكوره التقيله بتاعت الفرقه دي، خلال 20 يوم لا، حالته النفسيه والبدنيه من دلوقتي لحد 20 يوم، احنا عايزين نوصل ان شاء الله بامر الله ان الناس دي تبقى في الـ في الـ في, الـ في الوقت المباراه ده او في التوقيت ده ان شاء الله باذن الله يبقوا كويسين. بس وهي دي المده الزمنيه اللي انا اقصدها، يعني المده الزمنيه لما يكون عندك مساحه وقت تلعب 3 مباريات في اسبوع غير لما تلعب 3 مباريات في 10 ايام، وده تكافؤ الفرص. فبالتالي كابتن حسين بيتكلم في نقطه مهمه جدا، النهارده يوم 11 والمباراه يوم 30، في 19 يوم هتفرق كتير قوي في استعاده عدد من اللعيبه، وبالتالي انا كمنافس لما العب مباراه او العب 3 مباريات في اسبوع غير لما العبهم في 10 ايام. دي كانت رساله كده في مضمون الجزء اللي احنا بنتكلم فيه، الجزء الفني المتعلق بمباراه القمه وما يحدث في بعض في التوقيت الحالي. يا كابتن حسين، بالظبط، كلمه اخيره. بشكر حضرتك وبشكر القناه، وببقى سعيد جدا وانا موجود في وسط النادي الاهلي، وعايز اقول رساله لجماهير النادي الاهلي كلها، مش عايزين ننساق ورا اي حاجه، احنا ورا فرقتنا، احنا يعني نادي يعني حدث ولا حرج في البطولات، مش عايزين حد ياخدنا لحاجات مش موجوده وناس بتخترع كلام من وحي الخيال عشان احنا نروح وراه. احنا هدفنا احنا نادي بطولات. بالظبط، احنا نادي مبادئ، احنا نادي عظيم من 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 1907. تمام، واخد بال حضرتك ازاي؟ مش عايزين ننساق في ورا مهاترات والكلام ده كله، خلينا مركزين زي ما احنا ما بنقول كده، احنا بنتكلم على النادي او حد. بالظبط كده، غيرنا بيتكلم علينا براحته، ملناش دعوه بحد، احنا عايزين نتكلم عن النادي الاهلي بس، ولا اكتر ولا اقل. كابتن حسين شكري، نورتني وشرفتني وسعيد جدا بالحوار معاك. ربنا يعزك وبالتوفيق دايما ليك يا رب باذن الله. ربنا يبارك لك. شكرا جزيلا ليك. ربنا يحفظك. حوار ممتع بصراحه على المستوى الفني وعلى المستوى التاريخي كمان لما انضم للنادي الاهلي كابتن حسين شكري، وما هو قادم بالنسبه لفريق كره القدم في المباريات الافريقيه، مباراه شبيبه الثوره، لكن مهم جدا وده اللي بناكد عليه، النادي الاهلي عارف هدفه، طريقنا واحد نحو البطوله الافريقيه، نحو بطوله الدوري، لان الاهلي دايما بيسعى الى الاحترام بجدول الدوري والمواعيد الثابته وكل الشيء المعروف بالنسبه للجماهير، ان النادي الاهلي عارف بالظبط دوره ايه ووضعه ايه وبينافس ازاي على البطولات وازاي يوصل لهدفه في نهايه المسابقه عشان يسعد جمهوره، وده الهدف الاساسي من اداره النادي الاهلي وكل العاملين داخل منظومه النادي الاهلي. دي كانت النهارده ختام فقرتنا النهارده في مع الكابتن حسين شكري، دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.